السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. دونك كما كتشوفوا في التيتغ، لا فيديو ديال اليوم غادي تكون كيفاش كنعتني بالبشره ديالي. غادي نبارطاجي معكم ثلاثه ديال الوصفات. اول حاجه اللي هو غوماج، ثاني حاجه غسول، واخر حاجه ماسك الوجه. المهم البنات، هذا الشيء انا كنستعمله مره واحده في الاسبوع، يعني ما خصكمش تديروه كل نهار، دونك نهار واحد في الاسبوع. بالنسبه للبنات اللي لابو ديالهم بحالي، دونك انا عندي هاد لا زونتي، هادي هنا وهنا وهنا، عندي ميدما، واللي بقى في وجهي هنايا عندي لابو ناشفه. دونك البنات اللي عندهم لابو غراس اولا لابو ساش، يمكن لهم يستعملوا هادشي اللي غادي نوريكم. هادشي كامل اللي غنبارطاجي معكم مواد طبيعيه، يعني مواد غتلقى كاينه عندكم في الدار، ما تحتاجوش شي حاجه اللي كثيره بزاف. شنو كنت باغا نقول لكم عاوتاني؟ من غير هادشي، انا عندي لي روجور، عندي وجهي كيخرجوا ليا لي طاش حمرين كما كتشوفوا ديجا هنايا. ماعرفتش واش كتشوفوا في الكاميرا مزيان، عندي هنايا لي روجور وهنا وهنا، وفيما كتنوض ليا شي حبوبه ولا شي حاجه كتخلي ليا لا طراس حمراء. دونك غادي نبارطاجي معكم هادشي اللي كندير. ندوزو دابا نوريكم شنو غادي تحتاجوا، وخليكم حتى الاخر ديال لا فيديو. المهم البنات، غنبداو باول حاجه اللي هو الكوماج. غادي نستعملوا جوج ديال المكونات اللي عندكم في الدار. اول حاجه هو كوكو، ها هو. المهم انايا طحنته، قلت لكم طحنته شويه حيت عندي لابو سنسيبل، ما يمكنش ليا نديرو بحال هكاك حيت غيجرح ليا وجهي. دونك غادي انا طحنته شي شويه. وثاني حاجه لا كونفيتور، احتاجو كونفيتور. انا هنا عندي ديال المشماش، يمكن لكم تستعملوا اي كونفيتور كانت عندكم، فخاز، عنب، اي حاجه. دونك غادي نبدا، غادي نستعمل ناخذ معلقه، وغادي ندير فيها جوج ديال المعالق ديال الكوكو، ومعلقه كبيره ديال الكونفيتور. المهم بعد ما خلطت هادشي، غادي ندوز دابا لابليكاسيون، غادي نديرو في وجهي. المهم هنايا البنات جمعت شعري، وغادي نبدا بالكوماج هو الاول. غادي ناخذ شويه وغادي نابليكي في وجهي كامل. كيف ما شوف لا فيديو، غنبقى نحك هكا وجهي بحال هكا، نحسب داك لو برودوي دخلوا ليا هكا لوجهي، وغادي نغسلو. دابا غسلوه بالماء بارد، غنغسلو بالماء بارد وغادي نرجع لكم. المهم هانتوما البنات، بعد ما غسلت وجهي هانتوما شوفوا، واقيلا راه كيبان لكم الفرق. بعد ما غسلت وجهي غادي ندوز دابا الغسول اللي غادي نستعمل فيه كيبانش لكم الشعر. هنايا عندي ياغورت طبيعي، غادي نحتاج عاوتاني عسل طبيعي، وغادي نستعمل جيل ديال لالوفيرا. نوريكم انا اللي عندي، انا كنستعمل هذا. المهم هذا البنات يمكن لكم تستعملوه لي ماسك للشعر وحتى للوجه. انا هذا كان جبتو لي جداتي من ميريكان، وكاين حتى هنايا متواجد زعما في المغرب كاين. والمكون الرئيسي هو العنب، احتاجو العنب. علاش العنب؟ حيت كيحتوي على كميه كبيره من الماء والالياف،
وفيه فيتامين سي وكينقي كينقي الوجه مزيان وكيحيد منه دوك لي زامبورتي اللي كيكونوا فيه. المهم غادي هادشي كامل غادي نميكسيو في ميكسور. دونك انا وحده الميكسور غادي ندير فيه اول حاجه غادي نبدا بها غادي ندير جوج معالق كبار ديال ياغورت طبيعي في الميكسور. معلقة كبيرة ديال الجيل ديال الوفيغا. معلقة صغيرة ديال العسل طبيعي. اخر حاجة غادي نزيدها هي 4 ديال الحبات ديال العنب وغادي نخلط كلشي في ميكسر. دونك البنات بعد ما ميكسي داكشي ما هو غادي ناخد لي كوتون ديسك. المهم اي كوتون ديسك كان عندكم ناخد لي كوتون ديسك وغادي نفسكوهم بحال هكا هكا كتشوفوا هنايا بعد ما درت الغسول بحال هكا غادي ندوز على وجهي شويه وغادي نوض دابا نغسلو ونرجع لكم. ها انتم البنات بعد ما غسلت وجهي انتم شوفوا كيبان نقي وكنحسوا بانه زعما كيشعل هكا كيدير. المهم ندوز لاخر حاجه اللي هو الماسك. نحتاجو فيه الشوفان مطحون، نحتاجو لالوفيرا جل ديال لالوفيرا، وآخر حاجة اللي هو الزيت ديال اللوز. غادي ناخد معلقة صغيرة من كل حاجة، معلقة صغيرة من الشوفان مطحون، معلقة صغيرة من جل ديال لالوفيرا، وغادي نزيد شوية ديال الزيت. درو غير شي شوية، أنا درت تقريبا 4 ديال القطيرات صغار وغادي نخلط هادشي. هانتوما بعد ما حطيت الماسك على وجهي غادي نخليه لمده ما بين 20 دقيقه حتى نص ساعه وغادي ندوز نغسلو بالماء بارد. ديما البنات غسلو بالماء بارد. المهم انا نخليه كما قلت لكم من ثلث ساعه حتى نص ساعه ونعاود نرجع لكم. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا بعد ما دازت 20 دقيقه غسلت الماسك ديالي. هانتوما كيف ما كتشوفوا وجهي كيبان نقي. مهم كنت باغا نبارطاجي معكم داكشي اللي كندير. كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا شي حاجه منها. ما تنساوش البنات الا جربتوا لي ماسك تخليوا لي دي ميساج تقولوا لي كي جاكم. الا كانوا كيعجبكم فحال هاد لي جونغ ديال لي فيديو خليهم ليا في كومونتير باش نبقى ندير لكم بحال هكا. لا فيديو جايه الا بغيتو نبارطاجي معكم داكشي اللي كندير لشعري لي سوان اللي كنستعمل ولي ماسك. صافي هادشي اللي كاين وصلنا لاخر ديال لا فيديو. كنتمنى انها تكون عجبتكم. ما تنساوش ديروا لي ابوني وجيم الى عجبتكم لا فيديو وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.